السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ليلى كميل من جديد. كنتمنى أنني ألقاكم في أحسن الأحوال دائما. واليوم غادي نقدم لكم حلويات بسيطة بزاف بزاف، ومذاقات تقليدية مغربية تقليدية وبأشكال سهلة وبسيطة. غادي ندوزو نشوفو أول حاجة العجين ونشوفو المقادير والطريقة في نفس الوقت. اذا غادي ناخذ 4 ديال الطحين، وطبيعة الحال ممكن نضاعفوا المقادير كيف ما بغينا. غادي نضيف ليها قبيصة ديال الملح، واحد شوية، معلقة كبيرة ديال السكر كلاصي، وناخذ 80 غرام ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة ندوبها ونخليها ترتاح مزيان واحد ربع ساعة حتى كيتعزل الزبدة من الفوق، وهداك الماء كيبقى لتحت ما نستعملوش، نستعملو غير هذيك اللي كتعزل الفوق. اذا كما قلت لكم 80 غرام. غادي نحتاج ايضا ماء الزهر، وماء الزهر هو باش غادي نجمع العجينه. غادي نبدا نضيفها حتى كتجمع العجينه. اذا غنجمعها في الاول بحال الصابلي غير بصباعي حتى كتماسك مزيان. من بعد كنبدا ندلكها، ومن بعد ما تدلك غادي ناخذها وغادي نديرها في فيلم يعني اليمونتير او في بلاستيك غذائي. بالنسبة للعجينة خاصها تجينا شوية شادة راسها، ما تجيناش يعني رطبة بزاف. غادي نخليها ترتاح على الأقل على الأقل ساعة، إذا كان أكثر فمن الأحسن. وغادي ندوزو نشوفو العقدة بسيطة اللي استعملت. إذا خديت 300 غرام ديال البودرة ديال اللوز، يعني اللوز مسلوق ومفسخ ومطحون. غادي نضيف ليها 150 غرام ديال السكر سنيدة، غادي نضيف واحد القبيصه ديال المسكه حره، غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الزبده، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الماء الزهر. غادي ناخد هذا الخليط كيف ما هو وغادي نطحنو، نخلطو وغادي نطحنو في خلاط. او ممكن من الاول انني نطحن اللوز مع السكر، نطحنهم مزيان ونجمعهم بلا ما نعاود نطحنهم كاملين. من بعد ما طحنتهم حصلت على هذه العقده بهذا الشكل، انتم تشوفوا كيفاش دايره. نكونوا كنجمعوها هكا كتجمع لينا بسهوله، ما كتلصق ليناش في يدينا، يعني ماشي سائله. غناخد الثلث ديالها وغنديروا بين 2 ورقات غذائيين، وغادي نسرح. اذا نقسمها على 3 باش ندير 3 الاشكال. بالنسبه للشكل الاول كما قلنا غناخذو وغنديرو ما بين 2 ورقات غذائيين وغندلكو. ما غاديش نرققو بزاف، خصو يجينا شويه عريض بحال هكا تقريبا او اكثر كاع من هكا في العرض، على حسب المولانا اللي غنقترح عليكم طابع هاد الطابع هذا. اذا غادي نقطع اشكال بيه كما قلت لكم تجي شويه عريضه من جناب. هذا طابع موجود في بزاف ديال المحلات يعني. اذا كنقطعها بحال هكا وكنطرفها، كناخد العجينه حتى هي ناخد الثلث ديالها. غادي ندلكها غنعاونو بالنشا، الى بغينا نبقاو نعاونو بالنشا. اذا غنسرحها مزيان، خاصها تجيني شويه رقيقه. غادي نحاول نقطعها في الحجم اللي غادي يخصني باش نشوف الشكل اللي غادي ندير. وفي نفس الوقت حنا كندلكو يعني ما نخليوهاش تجينا رقيقه. اذا ناخد نفس الطابع وغناخد العجينه وغادي نحطها فوق منه، وغنحاول نقادها من الجناب باش تجيني مقاده معاه.
غادي نجيب هذاك الحشوة اللي قطعت، يعني داك العقدة اللوز اللي قطعتها بهذاك الشكل، وغادي نحطها في وسط من العجين، وغنحاول نستفها مزيان من التحت باش يجيني الشكل مقاد من الجناب ديالو. الا ما كفاتنيش الحشوة نزيد باش نعمر هذاك الطابع مزيان. غادي نرد عليه العجينة وغادي نقطع. غادي نخرجها من الطابع، غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه للزين اللي استعملت ليه، اولا بعد غادي ناخده غادي نتكو بالابره باش فاش نبغي نطيبه ما يتنفخش ليا. اذا بالنسبه للشكل اللي استعملت ليه، خديت شويه ديال العجين، درت ليه شويه ديال ملون اخضر، واحد الرشه خفيفه 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 ديال ملون اصفر باش يجيني اللون بيستاش. غادي ندخل هذاك اللون مزيان مزيان في العجينة، وغادي نسرحه بطبيعة الحال دائما مساعدة النشا. غادي نقطعه على هذا الشكل هذا اللي كيكون بحال طابع مغربي، يعني بدك الشكل المغربي. غادي نحاول نطبعها مزيان، وغادي نقطع الشكل غير بالموس من الجناب. اللي عندها هذاك الطابع هكا ديال اللي كيكون سداسي تقطع هو الاول عاد تطبعه. اذا غنحصل على هذا الشكل، غنشدو وغنحطو فوق من هذاك الشكل اللي صايبس الدائري. بالنسبه للشكل الثاني، غناخد الثلث الثاني ديال العقده وغنضيف ليه معلقه كبيره ديال الكاكاو باش نحصل على اللون كحل. هنخلطهم حتى كيدخل مزيان الكاكاو في الخليط باش يعطيني لون واحد موحد. غادي نديروه على شكل دائره. غادي ناخد واحد الحبه ديال اللوز مقليه، وغادي نديرها كحشوه الوسط، وغنعاود نجمع العجين باش يجيني كويره مقاده. بالنسبه للطريقه ديال التزيين ديال غادي نعاود نكمل بنفس الطريقه بطبيعه الحال كلهم. وبالنسبه للطريقه ديال التزيين ديال هاد الكويرات، فغادي ناخد العجين غادي ندير ليه ملون اصفر حتى هو، غادي نسرحه، وغادي نجيب طابع على شكل ورده وغادي نقطعه. وغادي نقطع على شكل ورده، وهاد الورده غادي نديرها مباشره من فوق هذاك، هي مباشره من فوق هذيك الكويره. بالنسبه للشكل الثالث، غادي ناخذ هذا الطابع هذا كما تشوفوا بهذا الشكل، وغادي نقطع. غادي نكون بطبيعه الحال دلكت العجينه ديال العقده ديال اللوز ودرتها غليظه كما تشوفوا، وغادي نقطعها بهذا الطابع. غادي نخرجه وغادي نحصل على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين دارها، غادي ناخد شويه ديال العجين نضيف ليه ملون بيض، وندخل الملون مزيان في وسط العجين. من بعد ما كيتلون وكيولي بيض، غادي ندلكو وغادي نقطع بحال هاد الوريضات هادو اللي كتشوفو، ديك الطابعة اللي كيدير الوريضات. نوريه لكم شوية قريب، يعني بحال هاد الشكل هذا. غادي نجيبهم وغادي نحطهم فوق هذيك العقدة ديال اللوز بحال هاد الشكل هكا. هادو غير للتزيين، وفي نفس الوقت كنغطيو بهم. بالنسبه لهاد الوريضات، كناخد وريضه صغيره دايره بالعجين ديال العجين اللي صبغتو بالكاكاو يعني كحل، كنديرها فوق من هذيك الوريضه. هادشي غير للتزيين بطبيعه الحال، افكار للتزيين. وكنلصقها بواحد العقيقه كما تشوفوا. بالنسبه للعجين اللي بالكاكاو، حتى هو درت ليه وريضه بالكحل من الفوق، وايضا العجين الاخر الخضر حتى هو درت ليه عقيقه. وغادي نخليهم حتى ينشفوا مزيان مزيان مزيان، يعني عندنا 3 السوايع الى لقينا العجينه نشفات، يعني كنهضر على العجين نشف وكرم،
مزيان نقدروا ديك الساعه نبداو نطيبوهم، الا لقيناه باقي فكنخليهم، واخا نضطر نخليهم يباتوا كاع فالعجين شحال ما كرم شحال ما شحال ما نشفش شحال ما كيخرج مزيان في الطياب. دونك غادي نخليهم ينشفوا كما قلت لكم، وغادي نطيبوهم على درجه حراره 160 مده ما بين ثلث ما بين ربع حتى لثلث ساعه، وغادي نخليهم من بعد غادي نخرجوهم. فاش كنخرجوهم انا خديت هنا معلقه 3 المعالق كبار ديال العسل مع قطيرات ديال الماء الزهر، بهم غادي ندهنهم هما سخان. ممكن نستعملوا بطبيعه الحال النباج، كناخذوا النباج وكنسخنوه شي شويه مع قطيرات ديال الماء الزهر ايضا، وحتى هو كناخذوه كندهنوا به هاد الحليوات هادو من بعد ما خرجناهم من الفران. نفس الشيء غادي نديروه بالنسبه للاشكال الاخرين وندهنهم حتى هما. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكناخذوهم كنستفوهم في واحد الطويصه، يعني بحال مثلا غادي نحتفظوا بهم واحد المده ديال اسبوع ولا هذا، نديروهم في طويصه نغطيهم بالبلاستيك غذائي وندخلهم للكونجيلاتور كيبقاو رائعين كيف ما هما، ونقدموهم بالصحه والراحه. كان هادو هما الاقتراحات المتواضعه، ويا ربي ان شاء الله يكونوا عجبوكم وجاوكم ساهلين. وتحياتي لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد ووصفات جداد، والى اللقاء ومع السلامة.